احنا بندين الاحداث والاعتداء على اهلنا في الخصوص وعلى اهلنا في الكاتدرائية، لان دول جزء لا يتجزأ من الشعب المصري، لا تمييز، لا يوجد لدينا كشعب مصري تمييز. قوتنا في وحدتنا، وحدة هذا الشعب وكل طوائفه. بنمثل الاعتداء على الكاتدرائية مثل الاعتداء على الازهر، الهدف منه مؤامرة لتفكيك هذا الشعب، واحنا مش هنسمح بكده. واحنا كلنا مترصين وفي صف واحد من اجل اجهاض هذه المؤامرة عن طريق توعية شعبنا وعن طريق فتح هذه المؤامرة، ولن نسكت عن ذلك. اللي بيدير الدولة دلوقتي المرشد، وهذه إدارة غير شرعية، ولذلك لا يجب ان احنا نسكت على هذا الوضع. حتى اجبار مرسي على التنحي لن نطلب من مرسي، بل بالعكس مرسي مطلوب للعدالة، لانه مسؤول عن ما يقرب من 200 شهيد حتى الان منذ ان تولى الرئاسة. اذا كان حسني مبارك اتحاكم على 1000 شهيد، فمرسي اولى ان يحاكم على 200 شهيد اللي وقعوا في المنصورة وفي المحلة وفي القاهرة وفي بورسعيد وفي كل مكان. هو مسؤول عن هذه الجرائم امام ربنا وامام الشعب، والشعب مش هيسيب حقه.